بسم الله DNA دو حي كيدسا وامرت نولوه كو شقايو يحقتي او كو قابا اسم لها كو كوري لها يوحي لمدا وحان اران كرنا DNA دو وحق هيها نولها يو كيد كحقتي او اوباهنا وانا وحا او نولوه كدحلو اما كهي ديستو والدكي هدبا حقتن DNA دا كو كيدسان سيدي أيو جيركو أو أدهك سنكرا سؤاشاس جوابتي دو حيكو جيرتا إنان وحيار كهدلنو بروتينة دا بروتينة دو هالوادينة دا جيركا نولاها وحين اللام هوران ويهين قاب رسمات كنولاها شقادو نولاها زي قابتو يوكال هرمين تشقوين كاسبا فالقلادة كيميكاد جيركا كدعا وحي أوبا هنيهين انزاميو دو نوا بروتينو هابلسك الدفاع وحو اوباهان يهي بروتينو انتي بوديز فريمها قيبها جيركو وداغان اي سوديران وحاقا ذا بروتينو هرمونا كايدين تاوالحاها ايو حمباركو دينا بروتينو اي اوباهان يهين بروتينو دو آد اي اي انو عيبادين يهين جيركينونا واوذ بروتين او عديها تيمها مقاركا مرقيادا لفاها عرشاودا يو انكالي او ان لكوبي كريمبا وا بروتين سيدا ايو بدنيهين هاولها بروتين دو قابتان آد ايو بدنيهين وحاينا كوحيرانيهين قابك بروتينكا سيداس اوغيد بروتين دو حايليهين قابب كالدووان او هادي اي دور سومان وسن بروتين كو غودن كارين هاوشيسي كومانانكا بروتين كالاچاتكا نولاها لغاهلا وحي كدلي سنيهين لباتن امينو اسيد سيدا اريادة بادن بو غوبا اي وكوبانيهين دوريا لباتن حرف وحد بسي سرعي وحي كو كالدوانيهين حد بسيدا امينو اسيديادو يسرعان يقابين تبروتين كدشا اسرع امينو اسيدياداس تسال اهان حرفها باء يدا وحين نغوان كران بد اما الدب عنب ينعب اسكو حرفا ايكا كوبانيهين سوق يقوس اسكو حرفا ايكا كوبانيهين قورا يروغا واسكو حرفا وحكا لسوع ايا واحد بسيدا حرفو اسكو حيغان سيدا سلمي دا بروتين دا كالدوان وحكا لسوع ايا واحد بسيدا امينو اسيديادو اي اسكو حيغان تسالهان هديان أفير سنو بروتين كان وهيموغلوبين كاقاذ أكسجين تا وحن أركي كرنا أمينو أسيديادو سيدي سوكو تحانيهين قيبتهار سيدي كوشي كبعدين إني قابب كالدوان أي أو قابيس ميان أو أي يالان يان هدو سيدي أي سوكو تحمان أوكالا هرين يان ومهيم أو حاكو حدان بروتين كو نوع أو نقون يو يهوش أو قابان يو بروتين كستانا وحا أوليهي تحيد أغار أه أو أمينة أسيريو دو أسوغو حيغان اسكو تحيد دان وحا مامولا لبادا نيوكليك أسيد DNA يو RNA تحن كأمينة أسيريو دو وحا أو سمي يقابك أساسيق أه إكوباد أما primary structure سيدان هلكن كأركي كارنو مركا لوبا هذا بروتين غار أه فرين ايا بوقد اونوغا لود دراسي لود دارو هيدسيدها اما جينكا هيا معلومات كي يحوكتي لغو سمين لها بروتين كاس بحال دها جين اكسبرشن سمين تبروتين كو حيكا بلابتا ترانسكريبشن اما منغورين ورشد دي بروتين كا سمين لهايد وحيكو تالا سايتوبلازم كا اونوغا حوكتي لغو سمين لهانا وحا هايسا DNA دا او نيوكلياس اما بوء دا اونوغا كوحا نيبن ماركا فرهن سيدي اما مسنجا RNA اه ايا سو من غوري معلومات كي قيبتي DNA دا هيدي سيدها لو باهانيا هاي كوچيري ايا دبل هيليكس كي كالفورميا ما دام اللبادة دينا اما ستراند اي ليهين لمانين سالاد اما complementary base pairing مدها دي لأخريو كان كالانا ولا قران كرا
labada dhinac mid ayaa haysa xogti proteinka lagu sameyn lahaa waxaan leenahay waa coding strand laakiin toos looma akhriyo ee midda kullamaan ayaa la akhriyaa siyadii loo helo enzymka RNA polymerase oo minguurinta ku shaqo leh ayaa waxa uu template strand ku dul dhisaa nucleotide-yo RNA ah oo buuda dhexdeeda xor ahaan u joogan meelna ku xidhnayn ayuu marba intu mid soo qabto oo ku dul rakibaa template strandka si uu u sameeyo messenger RNA markay minguurinti dhamaanto mRNA-gii samaysmay buuda uu ka baxaa wuxuuna ku xidhmaa ribosome oo ah warshadii proteinka sameynaysay halkaas ayuu ribosome-ku ku turjumaa xogtii mRNA-gu u siiday kadibna waxaa lagu duldhisaa proteinkii oo amino acid-yadii ayaa la isugu taxaa oo la isugu xijiyaa sida nucleotide-yada DNA-du ay u kala horeeyaan marxaladda labaad ee samaynta proteinku waa translation waa turjumid la turjumayo macluumaadkii uu mRNA kasoo minguuriyay DNA-da ribosome-ku waxa uu leeyahay laba waaxood mid yar iyo mid weyn ama aan dhahno small subunit and a large subunit code turjumid ama genetic code ayaa jira kaas oo saddexdii nucleotide-ba ay hal amino acid u taagan yihiin saddexdii nucleotide ama saddexdii xarafba waxa uu ribosome-ku u akhrinayaa hal amino acid tii ayuuna ku dul rakibayaa si uu proteinkii u sameeyo marka saddexdan nucleotide ee halkii amino acid u taagan waxaa la dhahaa codon amino acid-ka waxaa soo xambaara oo soo qaada RNA kale oo la yiraahdo transfer RNA ama tRNA halkii amino acid-ba waxay leedahay tRNA u gaar ah oo qaada una geeya ribosome-ka tRNA-gu waxa uu leeyahay dhinac uu amino acid-da ku qaado iyo dhinac kale oo aqoonsi si uu ribosome-ku u garto amino acid-da uu sido uguna xidho mRNA codon-ka ku habboon ay isleeyihiin saddexda nucleotide ee tRNA-ga waxaa la yiraahdaa anticodon waxayna ku beegmaan codon-ka mRNA-ga mRNA kasta waxa uu ka bilaabmaa waxa la yiraahdo start codon oo ah AUG waxaana ku xidhma anticodon-ka tRNA-ga oo ah UAC marka start codon-ka mRNA-gu waxa uu taagan yahay amino acid methionine marka protein kasta oo la sameynayo waxa uu ku bilaabmayaa amino acid methionine haddii aan loo baahnayn hadda waa laga jarayaa haddii aan u fiirsano tusaalahan messenger RNA-gii waa kan waxaana ku dul taagan labo tRNA oo sida labo amino acid markastana ribosome-ku waxa uu qaadi karaa labo transfer RNA oo kali ah si mid kale uu yimaado waa in labadan midkooda hore uu baxo turjumaaddu marka ay dhammaato waa marka la gaaro stop codon amino acid-yada dhexdooda waxaa ka dhasha falgal kiimikeed oo isku dabra ama u sameeya peptide bond si ay u sameeyaan silsilad peptide ama peptide chain marka ay dheeraatana waxay noqonaysaa peptide badan leh ama polypeptide waana qaabdhismeedka koowaad ee uu proteinku u leeyahay ama primary structure of the protein translation of the mRNA ama turjumaadda fariintii uu siday mRNA-gu waxa ay leedahay saddex marxaladood oo ah initiation bilaabid oo marka start codon-ka lagu bilaabayo elongation oo ah dheerayntii iyo tidciddii polypeptide-ka si la isugu taxo amino acid-yada kala duwan iyo termination oo ah soo afjarid marka la gaaro stop codon